السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الحرارة في السراييف وخوتي البصنة والهرسك عندنا 35 الحرارة، وشوفوا تبارك الله جات الرعدة والشتيوة. هذه الشجرة ديال البرقوق أخوتي قدامكم، هذا كتشوفوا الشجرة، هو شوفوا ما شاء الله المطر، اللهم صيبا نافعا إن شاء الله، اللهم خذ خير وبركة علينا وعليكم يا ربي. تحية لختي سميرة اللي قالت لي دابا راه الرعد عنده في ألمانيا، ألمانيا الشرقية. مرحبا مرحبا أنت يا سميرة، هذه هدية ليك أختي سميرة، تمتع عليا بالشتيوة، قالت لي عايزة عليا بالشتيوة. أهو برقيقات، تحية لجميع المتتبعين ديالنا القدام والجداد. هاد الشجرة ديال البرقوق تنهديها لكم من سراييفو البوسنة والهرسك. إوا لي عشاق المطر، هادي عشاق المطر شوية، عرفتي باش زوينة عندهم أخوتي هنا في البوسنة، كنتبردو وكنسخنو، الحرارة تكون 40-30، ومن بعد كتزيد الشتيوة والرعيدة وعاوتاني، وأنت كتبرد الجو، سبحان الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أسمعوا الرعدة أخوتي، أشوف أش دارت الرعدة، مرات هاد الرعدة راه كضرب أخوتي التفيفيحات والبريقيقات وكلشي كيطيح. كما عيني تا تيموت. إوا مرحبا بكم، هيا درت كتصحى شويه كتنزل كتجي مجهده خوتي بزاف الرعده، واحد تبروري بحال هكا ومن بعد كتمشي. سبحانك يا جليل قادر على كل شيء، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الله يشفي مرضاكم ويرحم موتاكم، ومبروك عليكم الناس اللي شدوا الباك واللي نجحوا واللي ما نجحوش ان شاء الله في دوره ثانيه باذن الله. راه بنادم ماشي عيب يسقط، ولكن العيب هو يستسلم للسقوط. ومرحبا بكم، وكنبارك لجميع العائلات اللي فرحوا بوليداتهم النتيجه اللي خرجت ديال الباك. ومن هذا المنبر هذا الفيديو هذا كنشكر الاخت ديالي حتى هي اللي ولدها نجح في الباك في المغرب ان شاء الله، وتنقول لها الف مبروك اختي العزيزه الصغيره ولدها نجح حتى هي، وتنجح للجميع ان شاء الله، واللي ما نجحوش دوره ثانيه علاش لا؟ راه ماشي عيب يسقط الانسان، العيب هو اللي يستسلم للسقوط. ما تستسلموش اخوتي، ديما يكون عندك واحد الامل في الله، كل شيء في الله ما شاء الله نصيب واقدار. وتحياتي بخاطر الحباب وناس الغربه، تحياتي من البوسنه للهرسك بخاطر المغاربه المغربين وبخاطر الناس البلاد من طنجه للقويله والمحيط الخارجي، وخاوه خاوه مع الجميع حب واحترام. اشوف اخوتي الماء كيفاش كيجري، هاد اوروبا الشرقيه اخوتي بلاد الماء وبلاد الخضره وبلاد الطبيعه. ومرحبا بكم، وقلت علاش لا ندير واحد الفيديو خفيف ظريف مع الحباب بلا مونتاج بلا والو، راه غنصور وغنلوح عليكم على طول اخوتي. ومرحبا بكم، شوفوا برقيقات هما خضرين باقي اخوتي ما ناضوش، والتفيفيحات متوملي للخير، وبرقوق عندنا الصفر والكحل الاسود. ومرحبا بكم، حب واحترام وتقدير. وتنطلب منكم اللي متبعينا ولا متبعينش كنقول لهم الله يشافيكم، ولا عنده شي واحد مريض في الدار يا ربي، وقعد الاستاذ ديالو يا ربي، يا من شفيت ايوب وكشفت الدر عن يعقوب، اللهم هون وارح كل مريض يتالم ولا يستطيع النوم من شده الالم. وكنقول لكم ديما مبروك عيدكم، وكنعاود نعيد عليكم مبروك عواشركم، وتحياتي لكم من سراييفو البوسنه والهرسك لعشاق الطبيعه والمطر. اللهم يا رب ادخل علينا في الشتاء هذه بالنفع يا ربي. وانتم اخوتي كلكم راه الجو كيتغير، وهي الشويشه غتطلع، انتم شفتوها؟ سونسا يزلجو، انتم شفتو؟ سبحانك يا جليل، سبحان الله في خلقه، كفوا ولا كفوا، شوف شحن في كل اي حاجه، سبحان الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أنت تريد وأنا أريد، لكن الله يفعل ما يريد. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. ما شاء الله، أنت الشميشة طلعت أخوتي، قلت لكم الجو كيتغير، جميع الفصول كتلقيها في نهار واحد، سبحان الله. كانت عندنا الحرارة ومشات وجات واحد البريدة واحد الريح وجات الرعدة وجات تبروري، ودابا الشتيوة، وأنتم الشمس هي بغات تطلع ثاني، ورعدنا الساعة الواحدة ونصف ظهرا. يعني تا ما شاء الله العشيه دابا غتجي عاب الشميشه عاوتاني. ها انتما سونسا ازلازاك سونسا دوبرو دو شوماي كانال بيان فينيدو غراسياس موتشو فور كومبارتيف فوالا تانكيشن تانكيشن خوالا بونو فور كومبارتيف موي لايك 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 بارتاج. مرحبا بكم، اللهم صل عليك يا رسول الله، خاطر الحباب وناس الغربه. هانت يا اختي سميره مرحبا، اشوف يا عشتي من عندك، جات من عندك ولا جات من عندي الالمانيا؟ مرحبا، تحياتي لكم. هاي الشمس طلعت اخوتي، ها الشمس طلعت شميسه،
الشمس مسقاية وعشرة سبحانك يا جليل. بغيت نصور معاك هاد الفيديو بلا مونتاج بلا والو، كنلوح لكم هكاك شي شميشة يطلع الشمس والرعد والشتاء. سبحانك يا ربي سبحانك.